المكاتب التعاونية بفضل الله جهودها منتشرة في المساجد، لها جهود في المنتديات، لها جهود في المدارس، لها جهود في الشارع، لها جهود عندهم، لهم جهود في النت والانترنت، لهم جهود، ولذلك جهود مباركة. يعني أنت الآن تتعامل مع كتلة أعمال خيرية، يعني ما شاء الله تبارك الله. بالمناسبة يمكن بعض الناس يقول لي يا أخي وين حلي هذا؟ فعلا بعض الناس أنا متأكد أنه الآن قد يسأل يقول وين مكتب حلي؟ طيب من الأشياء الإيجابية الكبيرة أن مكتب علي في هجرة من الهجر، اسمحوا لي في هذه الكلمة، ما أقول هجرة لكن قرية صغيرة في منطقة على وادي حلي، ولكن انظر إلى جهودها. يعني أنا فوجئت أنها أخذت ما شاء الله تبارك الله المستوى الأول على مستوى المملكة في أكثر من نشاط. تخيل مكتب تعاوني على في منطقة شبه هجرة، ومع ذلك يحصد جوائز على مستوى المملكة، ويكرم من أمير منطقة مكة المكرمة، ويزوره كثير من المكاتب التعاونية في المملكة. في شغل، في نشاط، في عمل. ولذلك القضية الدعوة ما هي قضية خاصة بالمدن، جدة، الرياض، الدمام، الجبيل، ينبع، لا لا، الدعوة إلى الله في كل مكان. بل هذه المدن الكبيرة قد يكون فيها وفرة، بينما هناك الاحتياج قد يكون أكبر. هذا الذي أردت أن أصل إليه، أن المدن الكثيرة فيها وفرة وفيها داعمون، لكن مثل هذه المكاتب التعاونية التي في الهجر وتصل إلى أماكن ما يصل إليها أحد، هؤلاء حق بإيش؟ بأن ندعمهم وأن نقف معهم وأن نجير لهم ما نستطيع من جهود. وأنا والله لما جاني الخبر أنه أنا وقف وادي حلي والمكتب التعاوني بحلي، أنا سعدت جدا، لأنه فعلا أنا اطلعت على مجموعة من الجهود الجبارة لهذا المكتب. هذا المكتب يعني حقيقة كان وما زال يعني يحتاج دعم كبير. يعني أنا أذكر مرة من المرات زرت مكتب تعاوني أو مندوبية تعاوني زمان قبل يمكن أكثر من 15 سنة، وجدت الكهرباء عندهم فقط بعد المغرب إلى الساعة 12، ولكن جهود يا ما شاء الله تبارك الله فعلا أخجلتني وأنا معهم. فنقول مثل هؤلاء عندنا رجال ما شاء الله وكوادر قوية والحمد لله متميزون، ومجلس إدارة متميز ما شاء الله. أعمال أنا حقيقة خاصة برنامج سفراء، أخذوا عدة برامج متميزة على مستوى المملكة في جانب الشباب، في جانب النساء، في جانب الأسرة. أين أنتم يا أهل حلي؟ على خط الساحل بجانب وادي حلي وأماكن بعيدة. ليس أنا ما أقول هذا لا قدرة تقليل، لا، ولكن أقول يعني فخر لهم في تلك المناطق النائية، ومع ذلك جهود جبارة، جهود ما شاء الله، ويعني مثابرة قوية، جهود منظمة. وفعلا يعني في أكثر يعني العام الماضي ما شاء الله في المنطقة الشرقية في ملتقى المكاتب التعاونية حصدوا عدة جوائز، السنة هذه ما شاء الله تبارك الله. فأنا أقول مثل هؤلاء في نقول مثل هؤلاء يوقف معهم بكل قوة ويدعمون بكل صراحة مثل ما أمثالهم. يا إخواني الدعوة إلى الله شرف والله لكل من أنتسب فيها، وهذه فرصة دكتور موفق يعني فتحت لنا نحن والسادة المشاهدين، ونحن متفائلين أن هذا الوقف سيتم بإذن الله اليوم أو غدا، لكن المكسب العظيم أن تكون أنت ممن ظفرت وساهمت في هذا الوقف، وكان لك فيه سهم عظيم الحقيقة مع الله سبحانه الحقيقة وتعالى. أنا شاركت مع بعض القنوات السنوات الماضية وبمبالغ أكبر من هذا المبلغ، وبفضل الله تحققت. فنقول الدعوة إلى الله، شوف دعوة من إلى الله، من إلى شخص من البشر أو إلى فئة من الناس، لا، الدعوة إلى الله والله يتكفل بها. ولذلك أنا عندي يقين بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا الوقف وأمثاله بإذن الله ستتحقق، لأنها هي شيء لله سبحانه وتعالى، ما هي للبشر، بعيدة عن حدود البشر، دعوة إلى الله. ولذلك أنا رسالتي للجميع أنا أقول ادعموا هذا المشروع وأمثاله. نحن الآن في خير وفي نعمة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وبلادنا واستقرارنا وولاة أمرنا. ما دام الإنسان عنده شيء بادر، قدم، أبذل، ولا تخلي الفرصة تفوتك. والله نخشى نجي يوم ما نحصل شيء، ما نحصل حتى يمكن مبالغ عندنا، ولذلك الإنسان يحرص قدر ما يستطيع.